السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة مختصر التجربة. مراجعة جديدة مع آلة هوم اكس متعددة الاستخدام ومتعددة الكبسولات، راح نراجعها ونشوف الإيجابيات والسلبيات، فخليكم معنا وتابعونا. البيانات الفنية 1100 واط، قوة الاستخلاص 19 بار، الوزن 3.5 كيلو، سعة خزان الماء 800 ملي. وكالعادة نبدأ بالمواصفات الخارجية للآلة. لوحة التحكم، زر الإيقاف والتشغيل، زر الكوب الصغير وزر الكوب الكبير، وهذه الأزرار تستخدم أيضا إلى ضبط الحرارة وإلى ضبط كمية المشروب. مخزن تحويلات الكبسولات، تقدر تضيف 2 مثلا القهوة المطحونة والنسبرسو، وهنا مثلا تخلي الدولشي، كذا يكون عندك 3، سهل انك انت تبدل ما بينهم. هنا حامل الكبسولة، رف التقطير مكون من 3 قطع، هذا رف التقطير وهذا حوض التقطير، وهنا هذا قاعدة، هنا معدن، هنا بلاستيك. الآلة جاية بست تحويلات لعدة أنواع من الكبسولات، أهمها كبسولة النسبريسو وتحويلة للقهوة المطحونة اللي تشبه الطريقة الاحترافية، وكبسولة الدولشي. هذه الكبسولات أو هذه التحويلات بشكل عام ما نحتاجها، هذه للنوع من أنواع الكبسولات اسمه كي كوب، مشهورة في أمريكا ولكن عندنا في الدول الخليجية ما لها شعبية. الخلف خزان الماء بسعة 800 ملي، هذا الماكس، ما في علامة للمينيموم، هذا الحد الأعلى. لملء خزان الماء في طريقتين، أما هو ثابت موجود هنا بس ترفع الغطاء، أو تقدر تزيل الخزان وتملأ. طريقة الاستخدام، نوصل الكهرباء وبعدها نضغط على زر التشغيل والإيقاف اللي هنا، نشغل الآلة، ننتظر ثواني حتى يتم تسخين الماء. راح اجرب اول شي كبسولات النسبريسو، كوستا كافي، برازيليان، وشوية قوية، انه درجة التحميص 11، وان شاء الله تضبط معانا.
أما الآن مع فقرة التذوق. يا سلام، موزونة. التجربة التالية هي ريد فيلفت، كبسولات الدولشي. والاختيار المستوى المرغوب شغلة شوي، يعني ما في زر معين انك انت تحدد المستوى اللي تبغاه، ولكن راح تضطر تمشي بالمؤقت وبالثواني، لان ما في ازرار مخصصة زي آلات الدولشي. وهنا كبسولة الريد فيلفت الى المستوى الثالث حوالي 32 ثانية. أنا جهزتها هنا ونقول بسم الله. أما الآن مع فقرة التذوق، يا سلام، آيس كريم بنكهة الفراولة. والله الطعم مشابه إلى الآيس كريم اللي في سيارة الآيس كريم الوردي، مشابه. أما الآن مع فقرة التذوق، so strong. لضبط درجة حرارة المشروب نتبع الخطوات التالية. طبعا الأغلب راح يروح إلى الحد الأقصى ودرجة الحرارة الأعلى اللي هي المستوى السابع. فنشوف الطريقة الحين.
الإعدادات الافتراضية هي المستوى الثالث. الحين لما نروح إلى المستوى الرابع راح نحتاج نضغط 3 ثواني على الكوب الكبير وراح يضاء مرة واحدة. نجرب. بعدها راح ننتقل للمستوى الخامس ونضغط مرة ثانية الكوب الكبير 3 ثواني وراح يضيء مرتين. نكمل المستوى السادس والسابع بنفس الطريقة، ولكن راح يضاء الزر 3 مرات في المستوى السادس و4 مرات في المستوى السابع للتأكيد فقط. وهذه كانت المراجعة لهذه الآلة متعددة الاستخدامات والمتوافقة مع عدة كبسولات. أتمنى أنها حازت على إعجابكم ورضاكم. لا تنسوني من صالح الدعاء ودعموني بالاشتراك واللايك، وفي أمان الله.